بس انا بقى النقطه اللي تهمني اكتر كمان يا كريم هي نقطه التنظيم. يعني عايزين يبقى فيه برضو نظام احنا كجماهير. يعني احنا شفنا وسمعنا في المنشطات المختلفه والجرايد المختلفه عن يعني الدوري الانجليزي والمكسيكي والحاجات اللي كانت بتحصل والمهازل اللي كانت بتحصل واللي اسفرت على وفيات. صحيح. اسفرت على وفيات. فاحنا مش عايزين نصدر هذا المشهد. احنا نقدر ولما بنحب نصدر مشهد متحضر بنعمل كده على فكره. احنا فاكرين حاجات واحداث كتيره جدا زمان قدرنا ان احنا نوصل بالصوره الراقيه المحترمه اللي هي اصلا بيمتاز بيها وبيتميز بيها الشعب المصري. ده اللي احنا عايزين دايما نحافظ عليه. فلو هنتكلم عن ماتش زي ده مش بس احنا اللي هنكون يعني او الجاليه اللي بتشجع مصر او حتى الجاليات العربيه، لا العالم كله هيبقى بيتفرج، لان هي مباراه اكيد مهمه جدا وبطوله مهمه جدا. فاحنا لازم نظهر بالمشهد اللي يليق بنا كجماهير مصريه. فهي دي النقطه اللي احنا بس عايزين ناكد عليها. يعني معنى اصح برضو شكلامي يبقى واضح، حضراتكم اكيد عارفين ان الدخول بيكون بالفان اي دي اللي هي بطاقه الحضور. تمام. وكل واحد مفروض بيكون حاجز تذكرته. اللي معهوش تذكره ما يروحش. يعني ما فيش حد هناك ممكن ان هو يفتكر انها هتمشي كده، يلا 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 يا معلم تعالى نروح وهندخل. لا، ما حدش هيدخل. اللي معهوش الفان اي دي وتذكرته مش هيحضر. يعني بلاش نروح ونعمل يعني مشهد مش لطيف، نعمل تكدس، نعمل حاجات ملهاش اي لازمه. احنا عايزين يبقى الموضوع منظم، مش عايزين اي مشاكل، عشان حتى المنتخب يبقى داخل مش سامع اي مشاكل بره. عايزين نهيئ الجو على قد ما نقدر للناس ان هي تأدي اداء يليق باللي احنا اصلا بنرجوه منهم. فياريت دي نقطة مهمة جدا يعني مع حضراتكم نخلي بالنا عليها. مش هنتكلم كتير، ولكن خلينا نروح بقى لأسعار هنا التذاكر برضو علشان حضراتكم تبقوا عارفين. امبارح شركة تذكرتي بالظبط أعلنت فتح بقى باب الحجز وبدءا من اليوم، وكمان أعلنت أسعار التذاكر. سعر التذاكر المقصورة 2000 جنيه، الدرجة الأولى 600 جنيه، الدرجة الأولى علوي 400 جنيه، الدرجة الثانية 250 جنيه، والدرجة الثالثة 100 جنيه. دي الأسعار اللي أعلنت عنها شركة تذكرتي، وباب الفتح زي ما بقول لحضراتكم خلاص بدءا من النهاردة تم فتح باب حجز التذاكر. فيلا كل التوفيق وإن شاء الله خير. زي ما يعني أنا مع السيناريو يا كريم لو هتسألني إن احنا لازم نحسمها من هنا. طبعاً. كل حاجة يعني مهيئة طبعاً. ليك ان انت طبعاً. تفوز من هنا. يعني نتمنى ان فعلا في ماتش الذهاب يتم حسم الامر، ما ننتظرش ليه بقى العودة. يعني اعتقد هتبقى لمصلحتنا جدا ان احنا نهيئ من هنا معنويا وفنيا طبعاً. وكمان يعني فاهم زي ما بتقال كده ايه، الجماهير هتبقى اكيد اكثر سعادة طبعا. وبعدين ده احنا لازم نستغل الجماهير. على ذكرك للجماهير، ده احنا دي فرصة لطيفة جدا بعد طول غياب ان احنا نشوف بنتكلم في 60,000 مشجع. احنا في فترة من الفترات شفنا مباريات كرة قدم حول العالم تخلو من وجود مشجع واحد، كانوا بيحطوا صور مكتات. أيوة. لبشر لو تفتكري، وعلقنا طبعًا. على ده قبل كده اكتر طبعًا. من مره. فلازم نستغل طبعا وجود الجماهير اللي ان شاء الله يعني هتولع الدنيا في الاستاد يوم هذه المباراه.